السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنشرح مع بعض منهج علوم سنة رابعة ابتدائي، المنهج الجديد ترم اول. يلا بينا كده هنبدأ واحدة واحدة مع بعض. طبعا هنشرح المنهج الاول، برضه هنتعرف على المنهج بتاعنا. المنهج بتاعنا عبارة عن وحدتين. الوحدة الأولى اسمها الأنظمة الحية، ودي بتضم 4 مفاهيم. المفهوم الأول التكيف والبقاء، كيف تعمل الحواس، الضوء وحاسة البصر، التواصل ونقل المعلومات. يبقى أنا عندي 4 مفاهيم. طيب عندك بعد كده الوحدة التانية وهي بعنوان الحركة، ودي بتضم برضه 4 مفاهيم. الأولان اسمه الحركة والتوقف، الطاقة والحركة، السرعة، الطاقة والتصادم. تمام، يبقى 4 مفاهيم برضه. يبقى انا عندي المفاهيم اللي في الترم الاولاني 8 مفاهيم متقسمين على وحدتين. يلا بينا كده نبدأ بالدرس الاولاني بتاعنا. انت عندك الوحدة الاولى عندك اسمها الانظمة الحية. الانظمة الايه؟ الحية. تمام. طيب ومن الصورة كده يعني احنا هنتكلم عن تكيف البطاريق وغيرها بقى. طيب هنبدأ، يجي يقول لك حقائق علمية انت درستها قبل كده. يجي يقول لك اهم المشكلات التي تواجه الكائنات الحية في بيئتها. ايه المشكلات اللي ممكن تواجه الكائنات الحية في البيئة بتاعتها يا مستر؟ اول مشكلة التغيرات في درجة الحرارة، مثل ارتفاع او انخفاض درجة الحرارة. قال لك ان يحصل تغير في درجة الحرارة مفاجئ، زي ان درجة الحرارة تعلى مرة واحدة او تنخفض مرة واحدة، دي مشكلة. عندك تاني حاجة ندرة المياه او كثرتها، ان المياه تبقى قليلة قوي او تبقى زيادة عن اللزوم، اللي هي يحصل فيضانات وغيرها، فبالتالي الكائنات برضو هتموت، او ان هي تبقى قليلة قوي فالكائنات مش لاقية مياه فهتموت. طب عندك تالت مشكلة عدم توافر الغذاء، ان مفيش اكل فالكائنات مش هتقدر تستحمل. عندك كمان عدم توافر المأوى، دي برضو مشكلة، اللي هي مكان المعيشة. خامس مشكلة الحفاظ على حياتها من الافتراس. يبقى اذا المشكلات اللي بتواجه الكائنات الحية 5: تغيرات في درجة الحرارة، ندرة المياه او كثرتها، عدم توافر الغذاء، عدم توافر المأوى، الحفاظ على حياتها من الافتراس. طيب حاجة تانية يا سنة رابعة، يجي يقول لك كيف تواجه الكائنات الحية هذه المشكلات. طب المشكلات يا مستر اللي انت عرضتها دول، ازاي الكائنات الحية بقى بتعرف تواجه هذه المشكلات؟ بتلجأ الكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات. طبعا احنا عارفين ان الكائنات الحية 3 انواع، في عندك انسان، حيوان، نبات. انسان، حيوان، نبات، دي الكائنات الحية اللي على وجه الارض. طيب انت عندك لو احنا شلنا الانسان يتفضلك هناخد الحيوان والنبات، يبقى احنا هنا هناخد التكيف في الحيوانات والنباتات. يبقى تلجأ الكائنات الحية مثل النباتات والحيوانات الى التكيف مع الظروف البيئية. ليه؟ قال لك عشان تتمكن من البقاء على قيد الحياة، عشان تدنها عايشة، والعثور على الغذاء والماء والهواء والحفاظ على سلامتها، عشان تقدر تحصل على الغذاء وعلى المية وعلى الهواء، وعشان تقدر تدنها محافظة على سلامتها. طيب أمثلة لتكيف بعض الكائنات. طب الكائنات اللي تكيفت دي يا مستر زي ايه؟ عندك مثلا الثعلب القطبي اللي هو قدامنا ده، وهناخده بالتفصيل. قال لك ده بيمتلك فراء بيضاء للتغلب على انخفاض درجة الحرارة في البيئة القطبية الباردة. عندك كمان الجمل. الجمل ده بيغطي جسمه الوبر. ليه؟ قال لك عشان يحميه من البرد الشديد في الليل في البيئة الصحراوية. طب عندك كمان النخيل، نبات النخل، قال لك بيمتلك جذور قوية للحفاظ على حياته من الرياح الشديدة في الصحراء. طيب بالنسبة للبشر، يتكيف الإنسان مع البيئة المحيطة من خلال تغيير نوع ملابسه. احنا في الصيف بيبقى الجو حر فبنلبس بنص كم، في الشتاء الجو بيبقى ساقع فبنلبس بكم وبنتقل على نفسنا، يبقى اذا ده برضو تكيف اهو. او بعض سلوكياته بهدف التكيف مع ظروف البيئة المحيطة. يبقى اذا الإنسان كمان بيتكيف مع البيئة المحيطة من خلال تغيير نوع ملابسه، او بعض ايه سلوكياته بهدف التكيف مع ظروف البيئة المحيطة. طيب تعالى كده يجي يقول لك مثال عندك اللي هو الخفافيش. بص كده على الخفاش. تتكيف الخفافيش مع الظروف البيئية عن طريق بعض التغيرات الجسدية او السلوكية، مثل النوم في وضع مقلوب، ان هي وهي جاية تنام تبقى دماغها لتحت، راسها لتحت، ورجلها لفوق. رجلها الايه؟ لفوق. ده كده وضع مقلوب. ولها تركيب جسدي يمكنها من الطيران مثل الطيور.
ان هي لها جناحات بتطير زي الطيور. بس خلي بالك ان الخفاش ده هو بالرغم من انه له جناحات وبيطير، بس هو مش من الطيور، هو من الثدييات. لو هاجي اصنفه هيبقى هو نوع من انواع الايه، الثدييات. طب ليه يا مستر هو مش من الطيور ليه؟ قال لك هو الفرق اصلا بين الطيور والثدييات ايه. هي الطيور هي التي تبيض وتفقس، يبقى اللي بتبيض وبتفقس. طب اما الثدييات هي التي تلد وترضع صغارها، هي التي تلد وترضع ايه، صغارها. فالخفاش ما بيبيضش وبالتالي هو مش من الطيور، امال هو ايه، هو بيولد وبيرضع صغار، فعشان كده قلنا عليه من الثدييات. طيب وتتغذى الخفافيش دي على ايه، على البعوض وعلى الحشرات، كما انها تنشط ليلا، دي حيوانات كائنات ليليه، وتتمكن من الرؤية الجيدة ليلا عن طريق خاصية تسمى ايه بقى، تحديد الموقع بالصدى. الخاصية دي مهمة جدا، يبقى الخفافيش بتشوف بالليل عن طريق ايه، تحديد الموقع بالصدى. تحديد الموقع بايه، بالصدى. طيب يلا كده بينا نبدأ، هنبدأ بقى على طول في المفهوم الاول عندنا اللي هو بعنوان التكيف والبقاء. التكيف ايه والبقاء، وزي ما احنا شايفين كده في الصورة، بص كده شكل الصورة معايا اهي، دي بتتكلم عن الدرس. نبدأ يلا بقى بينا كده على أول حاجة في الدرس بتاعنا اللي هو الدرس الأولاني. يجي يقول لي سؤال، ما هو الكائن الحي؟ قال لك للكائنات الحية احتياجات أساسية لكي تبقى على قيد الحياة، مثل النباتات والحيوانات. هي الأول أصلا احنا البيئة اللي احنا عايشين فيها، أي بيئة بتحتوي على حاجتين، كائنات حية وأشياء غير حية، كائنات حية وأشياء غير إيه، حية. الكائنات الحية هي زي الإنسان والحيوان والنبات، اللي هي يعني إيه كائنات حية، قالك يعني بتعمل حاجات أو عمليات حيوية زي إيه، التنفس. الكائنات الحية كلها بتتنفس، الكائنات الحية بتتغذى اللي هي بتاكل، لما بتاكل بتكبر يبقى بتنمو، عندك كمان بتتحرك، عندك الإحساس بتحس، قالك وغيرها. قالك أما الأشياء غير الحية ما بتعملش كده، قالك الألم ده بياكل؟ لا. الألم ده بيتنفس؟ لا. الألم ده بيتحرك لوحده لو أنا ما حركتوش؟ لا. قالك يبقى الألم ده شيء غير حي، أما أنا كإنسان كائن حي. طيب يبقى إذن الكائنات الحية لها احتياجات أساسية عشان تدنها عايشة على قيد الحياة زي النباتات والحيوانات، دي تعتبر كائنات حية. طب إيه بقى الاحتياجات الأساسية دي؟ قالك تتميز الكائنات الحية بمجموعة من الخصائص زي إيه؟ النمو؟ عدم الحركة؟ لا، الكائنات الحية بتتحرك، يبقى إذن عدم الحركة ده مش تبعنا. التنفس؟ أيوة، الكائنات الحية كلها بتتنفس. الإحساس؟ أيوة، الكائنات الحية بتحس. طيب تعالى كده يجي يقول لي بعد كده الاحتياجات الأساسية للكائنات الحية. طب إيه بقى الحاجات الضرورية للكائنات الحية اللي هي بدونها الكائن ده يموت على طول؟ قال لك الماء ده من الاحتياجات الاساسيه، لو الانسان او الحيوان او النبات ما شربش لمده طويله قال لك يموت. طب عندك الهواء برضو ده من الاحتياجات الاساسيه، لو الانسان ما تنفسش او الحيوان او النبات لمده طويله يموت. طب عندك الغذاء نفس الحكايه، لو ما اكلش يموت. المأوى لو ما لقالوش بيت وتشرط كده في حته مش بتاعته قال لك ممكن يموت ويتعرض للموت. يبقى اذا الاحتياجات الاساسيه للكائنات الحيه الماء، الهواء، الغذاء، المأوى. طيب قد تضطر الكائنات الحية للتكيف مع ظروف البيئة المحيطة بها للبقاء على قيد الحياة. ممكن تضطر، خلي بالك من كلمة تضطر دي، يعني غصب عنها هتتكيف مع الظروف المحيطة بها، حتى لو الظروف دي ما كانتش عاجباها هتضطر ان هي تتكيف معها. ليه؟ قالك عشان تبقى على قيد الحياة، لان لو ما عملتش كده هتموت، فبتضطر بقى في الحالة دي ان هي تتكيف. طب يجي يقول لك هل رأيت إحدى هذه السحالي من قبل؟ بص كده على شكل السحلية اللي في الصورة دي، دي اسمها سحلية الصحراء. السحلية دي من اسمها كده، سحلية الصحراء، يبقى بتعيش هذه السحالي في الصحراء الجافة، بتعيش في الصحراء الإيه؟ الجافة. تعاني من ارتفاع درجة الحرارة الشديدة، بما إنها عايشة في الصحراء، الصحراء بتبقى الجو فيها حر موت، قال لك فهنا بتعاني من ارتفاع درجة الحرارة الشديد. طب إزاي بقى السحلية دي بتحافظ على برودة جسمها؟ قال لك يعني ازاي وهي عايشه في الصحراء كده يا مستر تقدر تحافظ على بروده جسمها ازاي؟ بتقوم بالبحث عن مناطق الظل والبقاء فيها في الاوقات شديده الحراره، يبقى في عز الظهر في الوقت شديد الحراره بتجري هي وتبحث عن مكان فيه ظل وتقعد فيه. قال لك يبقى بتقوم بالبحث عن مناطق الظل والبقاء فيها في الاوقات شديده الايه؟ الحراره. طب تمام. يجي يقول لي بعد كده يتميز الكثير من الحيوانات بأساليب خاصة للحفاظ على برودة أجسامها
في المناخ الصحراوي والحار. يبقى الكثير من الحيوانات بتتميز بأساليب خاصة عشان تحافظ على برودة ايه أجسامها في المناخ الايه الصحراوي والحار. فعندك بص كده بقى معايا، يقول لي انظر الى الصور التالية ثم اكمل العبارات الموجودة اسفل الصور باستخدام الكلمات المعطية. مديني كلمة الجحور، الاذان الطويلة، الفرو، السنان. يلا كده، هنا رقم واحد يقول لي تمكنه نقط من سماع ادنى الاصوات حتى صوت خطوات الحشرات. ايه اللي بتمكنه ان هو يسمع ادنى الاصوات، اقل صوت يسمعه؟ قال لك الاذان الطويلة هي اللي هتمكنه من السماع. طب هنا طبعا الاولانيه دي خفاش. طب هنا يخزن الدهون في نقط مما يساعده على البقاء على قيد الحياه في البيئه الصحراويه الجافه التي يعيش فيها. قال لك بيخزن الدهون فين؟ قال لك في السنام. يبقى السنام ده اللي هو ده المنطقه اللي على الاعلى ظهره دي، هي دي اسمها السنام، دي بيخزن الاكل فيها على شكل دهون. طيب عندك كمان رقم 3، يحافظ نقط على الجسم دافئا من برودة المناطق القطبية التي يعيش فيها. اللي بيحافظ له على برودة جسمه؟ قال لك يا مستر الفرو، هو اللي بيحافظ له على برودة الجسم الفرو بتاعه. طب رقم 4، الاختباء في نقط هربا من حرارة الشمس. هي دلوقتي مستخبي فين؟ قال لك مستخبي في جحر، تمام، عشان يهرب من حرارة الشمس، تمام. طيب عندي بعد كده البطريق، ماشي، رقم 2، يجي يسألني سؤال، يجي يقول لي يعتبر المناخ احد اهم اسباب تكيف الكائنات الحية على مرور الزمن. خلي بالك هنا المناخ هو اللي بيخلي الكائنات تتكيف على مرور ايه الزمن. ومن الامثلة على ذلك حيوان البطريق. يبقى البطريق ده بيتكيف طبعا ليه؟ للمناخ. طب يغطي جسم البطريق ايه بقى؟ فرو كثيف ولا ريش ولا شعر كثيف؟ قال لك لا، جسم البطريق كله بيغطى بريش. يغطى بايه؟ بريش. طيب يجي يسألني يقول لي اين تعيش البطاريق؟ اين تعيش الايه؟ البطاريق. البطريق اهو، قال لك بتعيش البطاريق في مناخ قطبي في القارة القطبية الجنوبية شديدة البرودة. يبقى البطريق ده بيعيش في القارة القطبية الايه؟ الجنوبية شديدة البرودة. هل امسكت ثلجا بين يديك من قبل؟ يقول لك انت مسكت حتة ثلج بين ايديك من قبل؟ جرب كده امسك مكعب ثلج. برأيك كم المدة التي ستتحمل فيها الوقوف فوق لوح من الثلج وانت حافي القدمين؟ طب لو وقفت بقى على لوح ثلج كده وانت حافي من غير ما تلبس شبشب ولا اي حاجة في رجليك؟ قال لك ستفقد الاحساس باصابعك بعد حوالي دقيقتين، مش هتستحمل دقيقتين وهتلاقي ما انتش حاسس برجلك. مما يثير الدهشة ان اقدام البطاريق غير مغطاة بالريش ولكنها تتحمل الوقوف على الجليد طوال اليوم. طب انت بقى انت وقفت على التلج ما استحملتش لمدة دقيقتين، ما بالك بقى البطريق اللي واقف على التلج ده طول حياته وال 24 ساعة واقفهم على التلج، يعمل ايه؟ سبحان الله. طب هنا بقى هنعرف السبب ليه. قال لك لماذا لا تتجمد اقدام البطريق؟ طب ايه اللي مخلي اقدام البطريق ما تتجمدش يا مستر؟ بالإضافة إلى الميزات الأخرى مثل الريش الكثيف اللي بيغطي جسمه وطبقة سميكة من الدهون موجودة تحت الجلد بتاعه في كل جسمه ما عدا رجليه. يبقى في طبقة من الدهون سميكة بتغطي جسمه كله تحت الريش، بتوجد في الجسم كله ما عدا الرجلين، ما فيهاش ده. بتظل أقدام البطاريق دافئة بفضل طريقة انتقال الدم داخل الأوعية الدموية في الأقدام. يبقى اللي مخلي رجل البطريق ده ايه دافية بالرغم من انه طول النهار واقف على التلج هي طريقة انتقال الدم خلال الاوعية الدموية. طب الاوعية الدموية دي اللي هي ايه؟ اللي هي الشرايين والاوردة والشعيرات الدموية اللي موجودة في جسمنا. دي بتبقى عاملة زي مستر، عاملة زي الخراطيم كده، شفت انت اكن خرطوم مية، خرطوم وانت بترش بيه مية، المية بتبقى ماشية جوه الخرطوم ازاي؟ قال لك اهي الدم برضو بيمشي في جسمنا في خراطيم زي المايه كده، بس الخراطيم دي بقى بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها شرايين واورده وشعيرات دمويه، شرايين واورده وشعيرات ايه؟ دمويه. طيب عندك بقى في دم بارد في الاقدام، ماشي، تخيل معايا كده ان مثلا اللون الازرق ده هو الدم البارد، وفي دم دافي في باقي اجزاء الجسم، دم دافي في باقي اجزاء الجسم، يبقى الدم اللي في الاقدام ده دم بارد، والدم اللي في بقيه اجزاء الجسم اللي في جسمه من فوق ده دم دافي. ايه اللي هيحصل؟ الدم الدافي ده بيمشي في اوعيه دمويه اهو، والدم البارد برضو ماشي في اوعيه دمويه. ايه اللي يحصل؟ تروح جاي الاوعيه الدمويه ديت ملتفه حوالين بعضها زي الشكل ده كده اهي، ده الدافي لف حوالين البارد،
وهنا برضه هو الدافي لف حوالين البارد، فلما يلتفوا على بعض ويتلامسوا يلمسوا بعض ايه اللي يحصل؟ تروح جايه الحراره بتتنقل من الجسم الاعلى للجسم الاقل في الحراره. احنا خدنا كده لما تيجي تمسك كوبايه شاي الحراره تتنقل من ايدك للشاي ولا من الشاي لايدك؟ لا، من ايدك، من الشاي لايدك، بتتنقل من الشاي لايدك. ليه؟ لان درجه حراره الشاي اعلى من درجه حراره جسمك. نفس الفكره هنا، الدم الدافي هو الاعلى في الحراره، فهو اللي هينقل الحراره للدم البارد. فلما الاوعيه الدمويه بتتلامس تروح جاي الوعاء اللي فيه دم دافي ينقل الحراره للوعاء اللي فيه دم بارد. فلما ينقل له الحراره ماشي، يبقى الدم البارد ده هيحصله ان هو هيدفى، هو كمان درجه حرارته هتعلى فهيدفى، فبالتالي على طول يكون رجل البطريق يكون وصل لها دم دافي، او الدم فيها بيكون دافي باستمرار. قال لك فهنا بتلتف هذه الاوعيه الدمويه حول بعضها، وعندما تتلامس تنقل الاوعيه الدمويه الدافئه الحراره الى الاوعيه الدمويه البارده. يبقى بمجرد ما بتلمس بعضها الاوعيه اللي فيها دم دافي بتنقل للاوعيه اللي فيها دم بارد. تخيل معايا كده، ده كده تخيل معايا ان ده مثلا وعاء في دم دافي اللي هو لونه محمر ده، وعاء في دم بارد اللي هو الازرق ده. قال لك مين لما بيجوا بقى يلتفوا حوالين بعض ويتلامسوا اللي هيحصل؟ الحراره هتتنقل يا مستر، هتتنقل من الوعاء اللي فيه دم دافي الى الوعاء اللي فيه دم بارد، لان اللي فيه دم دافي ده بيكون هو الاعلى في الحراره، الحراره بتتنقل من الجسم الاعلى الى الجسم الاقل. يبقى الجسم اللي فيه درجه حر، الوعاء اللي فيه دم دافي هو اللي ينقل الحراره للوعاء اللي فيه دم بارد، فهيدفي الدم البارد ده. فالدم البارد ده ايه اللي هيحصل؟ هيدفى. فالدم البارد ده هو اللي نزل في اقدام البطريق ده، هتلاقيه بقى دافي، بدأ يدفى كده، فتلاقي رجل البطريق على طول دافيه بالرغم من انه واقف على التلج، سبحان الله. طيب عندك بقى يجي يقول لك يصبح الدم الذي يتدفق في الجسم كله غير بارد. الدم بقى اللي بقى في الجسم كله بتاع البطريق بمجرد ما الاوعيه دي تلامست يصبح الدم ايه؟ غير بارد، يعني ما هوش بارد. والدم الذي يتدفق في الاصابع دافئا، والدم اللي بينزل تحت في الصوابع بتاعه البطريق ده بيكون دم ايه؟ دافي، بما يكفي للحفاظ على اقدام البطريق من التلامس. يبقى بيكون دم دافي عشان يقدر يحافظ على اقدام البطريق ايه؟ من التجمد، لان البطريق ده واقف طول النهار على التلج، فسبحان الله. يبقى اذا ايه اللي بيخلي اقدام البطريق ما تتجمدش؟ ان الاوعيه الدمويه، الوعاء اللي بيحمل الدم الدافي والوعاء اللي بيحمل الدم البارد بيتلامسوا، بيلتف حوالين بعض وبيتلامسوا. لما بيتلامسوا بتنتقل الحراره من الوعاء اللي فيه دم دافي الى الوعاء اللي فيه دم بارد، ماشي، وبيصبح الدم اللي بيتدفق في الأصابع دما دافئا يكفي للحفاظ على أقدام البطريق من التجمد. طيب تعالى كده يجي يقول لي استنتج كعالم كيف تساعد أقدام البطاريق في بقائها على قيد الحياة في المناخ البارد. إزاي أقدام البطاريق دهيت بتساعدها إن هي تدنها عايشة في المناخ البارد التلج اللي هي عايشة فيه ده؟ قال لك احنا خدنا بقى دلوقتي الفكرة، قال لك إن بتتلامس الأوعية الدموية التي تحمل الدم الدافئ من الأجزاء الدافئة في جسم البطريق مع الأوعية الدموية التي تحمل الدم البارد الموجود بالقدمين الباردتين، مما يؤدي لانتقال الحرارة إلى قدميه. يبقى الأوعية اللي بتحمل الدم الدافئ بتلمس الأوعية اللي بتحمل الدم البارد، ماشي، وده بيؤدي لانتقال الحرارة بين الإيه؟ بين الوعاءين، وبيؤدي لانتقال الحرارة كمان للقدمين، وبالتالي تظل القدمين من غير تجمد، تبقى بدون ايه؟ تجمد. طيب بص معايا كده يجي يقول لي اختر الاجابة الصحيحة، لا تتجمد اقدام البطاريق بسبب طريقة انتقال الدم داخل الاوعية الدموية ولا الفراء التي تغطي جسمها. لا، هي البطاريق لا تتجمد اقدامها بسبب طريقة انتقال الدم داخل الاوعية الدموية، يبقى الاجابة هي دي. عندك رقم 2، اي الطرق التالية تساعد الحيوانات في التغلب على انخفاض درجة الحرارة؟ انهي طريقه من دي بتساعد الحيوانات ان هي تتغلب على انخفاض درجه الحراره لما الجو يكون ساقع او درجه الحراره منخفضه؟ اي حاجه من دي تساعدها. يغطي جسمها القشور ولا يغطي جسمها فراء سميكه؟ هي يغطي جسمها فراء سميك، الفرو هو اللي بيحافظ على درجه حراره جسمها. طب رقم 3، يجي يقول لي اي المشكلات التاليه تواجه الحيوانات التي تعيش في البيئات البارده. الحيوانات اللي بتعيش في البيئه البارده اي مشكله من دي بتواجهها؟ الارتفاع الشديد في درجة الحرارة ولا الانخفاض الشديد في درجات الحرارة؟ طبعا هي عايشة في بيئة باردة، بإذن هيبقى في ايه؟ في انخفاض شديد في درجات الحرارة، يبقى الإجابة هتبقى التانية. طيب بص معايا كده على الصورة دي، ده اسمه ثعلب الفنك، هناخده دلوقتي.